الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، قال: والرسل منهم من قص في القرآن، ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ولقد أرسلنا قبل رسل. تبدأ من بداية الكلام على الرسل. الرسل منكم والمكلف. طيب. والإيمان بالرسل. هنا وقفنا. قال: والإيمان بالرسل التصديق. التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا، اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأصل الرابع من أصول الإيمان المذكورة في حديث جبريل، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه. والإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله عز وجل اصطفى واجتبى سبحانه وتعالى من البشر رسلا يبلغون شرعه، رسلا
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا يكونون هداة للخلق ودعاة للحق. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله جل وعلا أرسل الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فهو جل وعلا أرسل الرسل ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ شرعه، لأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، ولا سبيل لهم إلى معرفة ذلك إلا بالوحي، وحي سبحانه وتعالى. ولهذا اقتضت حكمته سبحانه أن يصطفي من الناس رسلا يبلغونهم دين الله، يبلغونهم دين الله. وكان حال الناس مع الرسل هو الانقسام إلى فريقين. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هدى الله فآمن بالرسل وصدق بما جاءوا به واتبعهم فيما أمروا وانتهى عما نهوا عنه وزجروا، وفريق كذب المرسلين، كذب وتولى، كذب الأخبار وتولى عن فعل الأوامر والطاعات والقربات. الشاهد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة. والرسل هم من ذرية آدم، الرسل هم من ذرية آدم، من الذكور من ذرية آدم. والله سبحانه وتعالى جعل التكليف على الثقلين الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكنه جل وعلا لم يجعل من الجن رسلا، بل جعل الرسل من البشر من ذرية آدم. وأما الجن فقد جعل فيهم النذر بحيث يستمعون إلى ما جاء به المرسلون من عند الله تبارك وتعالى ويذهبوا إلى قومهم منذرين، لكن ليس فيهم رسول يوحي الله تبارك وتعالى إليه أو يتنزل عليه وحي الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم النذر وليس فيهم الرسل، فالرسالة اختصها الله تبارك وتعالى بالرجال من ذرية آدم، ولهذا ليس في النساء نبية، ليس في النساء نبية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فليس في النساء نبية، والنبوة إنما هي في الذكور من ذرية آدم. وليس في الجن نبي ولا رسول، ولكن فيهم النذر. ولهذا لما رجع هؤلاء إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا
إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لم يذكروا كتابا أنزل عليهم أو على نبي من الجن، لأنه ليس في الجن نبي وليس فيهم رسول، وهم مكلفون مثل البشر، هم مكلفون مثل البشر، مأمورون بما أمروا به من التوحيد والطاعة لله جل وعلا والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وليس فيهم رسل بل فيهم النذر، والنذر هم من يأخذون عن الرسل ويبلغون أقوامهم ما سمعوه من المرسلين. نعم. والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الفرق بين الرسل والأنبياء، الفرق بين الرسل والأنبياء أن الرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، الرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت إليهم، أي أنزل عليه كتاب خاص به، ولهذا الكتب تنزل على الرسل. يدل لذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأل في الكتاب للجنس، وهذا فيه أن الرسل هم الذين تنزل عليهم الكتب. أما الأنبياء فهم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، الأنبياء هم الذين أوحي إليهم أن يبلغوا شريعة سابقة، بمعنى أن النبي لا ينزل عليه كتاب يختص به، وإنما يوحى إليه، النبي يوحى إليه، والذي يوحى إليه هو إبلاغ الشريعة السابقة، مثل ما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. موسى عليه السلام رسول، أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة. وأنبياء بني إسرائيل ليسوا رسل، ولهذا لم ينزل عليهم كتبا مختصة بهم كما أنزل على موسى عليه السلام.
وإنما كانوا يحكمون بالتوراة، أوحي إليهم وبعثوا مبشرين ومنذرين، ولم ينزل عليهم كتابا خاصا بهم كموسى أنزل عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، وداود أنزل عليه الزبور. لم ينزل عليهم كتبا خاصة بهم أي الأنبياء، وإنما أمروا أن يحكموا بالتوراة. وبهذا يعلم الفرق بين الرسول والنبي، فالرسول هو المكلف بإبلاغ شريعة أنزلت عليه، بحيث يكون أنزل عليه كتاب خاص به. وأما الأنبياء فهم من أوحي إليهم بإبلاغ شريعة أنزلت على من قبلهم، كما هو الشأن في أنبياء بني إسرائيل. وكل رسول نبي، وكل رسول نبي، لأن مرتبة الرسالة أعلى، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فمرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة. ولهذا نقول أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وهم خمسة ذكرهم الله جل وعلا في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهم خمسة. وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومما يجب أن نعتقده في الرسل والأنبياء أنهم بلغوا البلاغ المبين، وأدوا مهمتهم على التمام، ومهمتهم معروفة، وما على الرسول إلا البلاغ، فهم أدوا ما أمروا بإبلاغه على التمام، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم أو ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فيجب أن نعتقد في الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أنهم بلغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا الأمم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. قال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فإذا الرسل بلغوا، والأقوام الذين جحدوا ما جاء به الرسل وكذبوا المرسلين يوم القيامة إذا أدخلوا النار يسألون: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فيقولون: بلى، جاءنا رسل وأنذرونا وبلغونا دين الله، ولكننا كذبنا وكفرنا. فإذا الرسل بلغوا. ومما يجب
اعتقاده نحو المرسلين أن نعتقد أنهم بلغوا البلاغ المبين، وهذه هي مهمتهم. الرسل مهمتهم البلاغ، مثل ما جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فالله جل وعلا أرسل الرسل بالحق والهدى، والرسل بلغوا البلاغ المبين، ومهمة العباد التسليم، ويسلموا تسليما. هذه مهمة العباد، أن يسلموا لما جاءت به الرسل، وأن يذعنوا، وأن ينقادوا ويطيعوا ويمتثلوا. نعم. قال: والرسل منهم من قص في القرآن، ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. مما يجب اعتقاده نحو المرسلين أن الله تبارك وتعالى لم يقص علينا في القرآن خبرهم وتفاصيل قصصهم وأسماءهم أجمعين، وإنما قص بعضا ولم يقصص بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وإذا علم ذلك فالواجب في من قص الله تبارك وتعالى خبره في القرآن أن نؤمن به تفصيلا كما جاء خبره مفصلا، ومن لم يذكر خبره أو اسمه أو تفاصيل قصته نؤمن به إجمالا. فنحن إجمالا نؤمن بكل رسول أرسله الله، ونؤمن بأن الرسل بلغوا دين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال. وأما تفصيلا فمن ذكرت أسماؤهم أو ذكرت تفاصيل قصصهم في القرآن فهذا الذي جاء مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء. فالإيمان بالرسل مجمل ومفصل. مجمل إيمان مجمل بما لم يفصل، وإيمان مفصل بما جاء مفصلا في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا طالعنا أسماء الأنبياء في القرآن ممن قص الله تبارك وتعالى خبرهم أو ذكر شيئا من خبرهم نجد أن عدد من ذكر باسمه في القرآن الكريم من الرسل والأنبياء 25، جاء منهم على الترتيب والتوالي، جاء
جاء منهم على التوالي 18 في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا. جاء في سياق هذه الآيات ذكر 18 نبيا على التوالي في سياق واحد في آيات متتالية. قال جل وعلا ونتابع الآيات ونعد بالأصابع، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. إلى هنا 10. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، هؤلاء 18، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 ذكروا في هذا السياق، قلنا العدد 25، فيبقى كم؟ 7. الباقون هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا، أي في الآيات التي بدأها الله بقوله وتلك حجتنا من سورة الأنعام، منهم أي من الأنبياء 8 من بعد 10، 8 من بعد 10 أي 18، ويبقى 7، ويبقى 7. ثم فصلهم في البيت الثاني: ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فهذا عدد من قص أو ذكر اسمه من الأنبياء في القرآن الكريم، ومن قص وذكر اسمه في القرآن الواجب علينا أن نؤمن به كما جاء مفصلا في كتاب الله، ومن لم يذكر اسمه أو شيء من تفاصيل قصته فنؤمن به إجمالا، فنؤمن به إجمالا. وكذلك مما ينبغي أن نعتقده في الأنبياء أنهم متفاضلون، فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهم متفاضلون، والأمر كما قيل سابقا: أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل أولو العزم سيد ولد آدم محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. وقد جعل الله الدور دارين،
دار الدنيا والدار الآخرة. والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتان، حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد الموت. والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. ثم الأصل الخامس من أصول الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه متأخر، يأتي متأخرا على الدنيا، فإذا انقضت الدنيا جاء اليوم الآخر، سمي بهذا الاسم لتأخره. ويسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. ويسمى يوم الحساب ويوم الدين لأن فيه الجزاء والحساب. ويسمى فيه ويسمى يوم البعث ويوم الحشر. وهذه الأسماء لهذا اليوم هي مأخوذة من أحوال ذلك اليوم وأهواله، ولهذا تعددت أسماء هذا اليوم وكثرت لتعدد أحواله وكثرتها. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، بدءا مما يكون في القبر من فتنة ثم عذاب أو نعيم، ثم ما يكون بعد ذلك من النفخ في الصور والبعث والنشور والجزاء والحساب ونصب الموازين ونشر الدواوين، وآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، وما يكون كذلك من الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وما يكون أيضا من تفاصيل فيما في الجنة من نعيم وتفاصيل مما في النار من عذاب، إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم الآخر. وإيمان الناس بهذا اليوم العظيم على درجتين: الدرجة الأولى الإيمان الجازم، ولا يقبل من أحد إيمان إلا إذا كان إيمانا جازما لا شك فيه. والدرجة الثانية الإيمان الراسخ الذي يملأ القلب ويستحضره العبد، وهذا الإيمان الراسخ له أثره العظيم على العبد صلاحا واستقامة. وكلما كان العبد ذاكرا لليوم الآخر وللحشر والجزاء والحساب صلحت حاله واستقام أمره
وابتعد عن معصية ربه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالعبد كلما كان على ذكر من الحشر والجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وعلى ذكر للأهوال التي تكون يوم القيامة، تصلح حاله. أما إذا غفل عن اليوم الآخر ضاع في هذه الحياة الدنيا، إذا غفل عن اليوم الآخر ضاع في هذه الحياة الدنيا، وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لأنه لا تفكير عنده ولا اهتمام باليوم الآخر ولا ذكر لهذا اليوم في قلبه، ولهذا يضيع في الدنيا وتهلكه الدنيا تمام الهلكة ويضيع فيها تمام الضياع. لكن إذا استيقظ قلب العبد وأصبح على ذكر من هذا اليوم، يتذكر الموت ويتذكر الجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يتذكر أن أعماله تحضر يوم القيامة، وأنه عليها يحاسب، وأنه مجزي بعمله، وأن الأمور لا تضيع، وأن الأعمال توزن. إذا ذكر ذلك كله وذكر أن هناك جنة لأهل النعيم ونار للعصاة والكافرين، كل ذلك يحرك قلب الإنسان إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. ولهذا من يؤتون كتابهم باليمين يوم القيامة عندما ينطلقون بالكتاب فرحين مستبشرين، ماذا يقولون؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيا. أي اعتقدت أن لما كنت في الدنيا اعتقدت أن فيه حساب، وكنت خائفا من الحساب، اعتقدت أن في حساب وكنت خائفا من الحساب. فهذا الذي يسر الله جل وعلا لي به الصلاح والاستقامة. أما إذا غفل الإنسان عن الحساب وعن الجزاء وعن اليوم الموعود، عن يوم الدين، إذا غفل عن ذلك ضاع في الدنيا إلى أن يدهمه الموت وهو على ضياعه، ويندم بعد موته ولا ينفعه الندم. ولهذا ذكر اليوم الآخر دائما وأبدا فيه صلاح للإنسان. ولهذا نلاحظ أحاديث الكثيرة في الترغيب والترهيب تصدر بالتذكير باليوم الآخر. أحاديث كثيرة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، أو فلا يفعل كذا، أو يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فتذكر اليوم الآخر صلاح للعبد، والغفلة عن اليوم الآخر ضياع وهلكة، ضياع للعبد وهلكة. وإذا كان الإيمان باليوم الآخر راسخا في قلب العبد أحواله كلها تصلح، ويستقيم قلبه على طاعة الله وعبادته تبارك وتعالى، وتزين جوارحه بالأعمال الصالحات. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول: تذكروا هادم اللذات. ينبغي الإنسان أن يتذكر الموت، ويتذكر أنه ليس له في هذه الدنيا إلا أمد محدود ووقت معدود، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فيتهيأ ويستعد لذلك اليوم العظيم، يتهيأ ويستعد لذلك اليوم العظيم. ومن مات قامت قيامته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
أنه قال القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، ولهذا قال العلماء من مات قامت قيامته، الذي تفارق روحه جسده بدأ في حقه اليوم الآخر، وبدأت في حقه منازل اليوم الآخر، لأنه انتهى من دار العمل وليس عنده مجال ليعمل، ودخل في دار الجزاء والحساب، لأن الجزاء والحساب يبدأ في القبر، والنعيم والعذاب يبدأ في القبر، ولهذا القبر أول منازل الآخرة. فمن مات وخرجت روحه من جسده قامت قيامته، ودخل في مرحلة الحساب، وانتهى في حقه العمل. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ليس له مجال أن يعمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمثل هذه يصل إليه ثوابها وهو في قبره، يصل إليه ثوابها وهو في قبره، إذا كان علم علما ومات والناس في انتفاع من علمه، فلا يزال ثواب تعليمه يصل إليه في قبره ما دام الناس يتعلمون من العلم الذي بثه ونشره. وإذا كان سبل سبيلا من ماء، أو أوقف بيتا أو شجرا أو نخلا أو زرعا أو حفر بئرا أو غير ذلك من أبواب الصدقات والنفقات، فلا يزال الثواب يصل إليه في قبره ما دام يستفاد من صدقته ومما سبله وأوقفه في سبيل الله. وإذا كان له أولاد على الاستقامة والصلاح والطاعة لله، فكلما دعوا له بالرحمة والمغفرة وصل إليه ثواب ذلك، وصل إليه أثر هذه الدعوات التي يدعو له فيها أولاده بصدق بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. ولهذا بعض الناس أدخل في قبره وهو في قبره ميت تأتيه الأجور الكبار يوميا، تأتيه أجور كبيرة وثواب عظيم وهو في قبره يوميا، لأنه ترك أشياء قبل أن يموت يصل إليه ثوابها وهو في قبره بعد أن مات. ويوجد أناس أحياء يمشون على وجه الأرض، أحياء يمشون على وجه الأرض ويمر اليوم واليومين والثلاثة والأكثر ولا يحصلون ثوابا، ولا يحصلون ثوابا، بل يحصلون أوزارا وآثاما وغضبا من الله عز وجل وسخطا عليهم، وأموات في قبورهم ويصل إليهم الثواب العظيم والأجر الجزيل كل يوم. وأناس آخرون يمشون على الأرض، يمشون على الأرض وتمر الأيام والليالي والشهور ولا يحصلون ثوابا ولا يكتسبون أجرا، بل لا يكتسبون والعياذ بالله مع مضي الأيام إلا الأوزار وسخط الله، يضيعون الفرائض ويفعلون المحرمات ويقعون فيما يسخط الله
تبارك وتعالى. ولهذا الإيمان باليوم الآخر صلاح للعبد، الإيمان باليوم الآخر صلاح للعبد وصلاح لحاله، ولا يزال العبد بخير ما دام على ذكر لهذا اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك لا تدري، ربما مرحلة اليوم الآخر في حقك تكون غدا أو بعده أو بعد أسبوع، لا تغتر بشبابك، فإن الموت لا يفرق بين شاب وكهل. وكم من مرة يدخل الموت إلى بيت فيه كبير في السن، طاعن في السن، يتوقع أهل البيت أن يفارقهم عن قريب، ويأخذ صغيرا في البيت ويدع الكهل، ويأخذ صغيرا في البيت ويدع الكهل. فالموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، فمن جاء أجله وحضرت منيته فارق الدنيا شابا كان أو كهلا. ولهذا لا يغتر الإنسان بشبابه، كم من أناس فارقوا الدنيا وهم شباب، منهم من بلغ العشرين، ومنهم من بلغ الثلاثين، ومنهم من هو دون ذلك أو أكثر. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون على ذكر لهذا اليوم العظيم واستحضار له، يذكر أنه سيقف ويحشر ويبعث ويحاسب ويجازى، يذكر ذلك كله. وبعد هذه الحياة الدنيا حياتان: حياة البرزخ وحياة يوم القيامة. والدار الآخرة هي الحيوان، إن الدار الآخرة لهي الحيوان. حياة البرزخ مختلفة عن الحياة الدنيا، ولهذا من مات فهو باعتبار الحياة الدنيا ميت، وانقطع عن الأمور التي هي متعلقة بهذه الحياة الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فالميت ينقطع عن أعمال دار التكليف، لا يستغفر ولا يدعو ولا يستطيع أن يقوم بالأعمال، لأنه انقطع من دار التكليف، انقطع من دار التكليف. والشهداء والصالحون والأنبياء يحيون في قبورهم حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيا. ولهذا الأنبياء والشهداء باعتبار الدنيا أموات، الله قال عن النبي: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: أفإن مات أو قتل. فالأنبياء هم باعتبار الدنيا أموات، وهم في قبورهم أحياء حياة برزخية، أحياء حياة برزخية. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقع الخلاف بين الصحابة في مسألة أو في أمور من أمور الدين، ما كانوا يأتون عند قبره ويسألونه أو يستفتونه كما كانوا يصنعون في حياته، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون عند قبره ويطلبون منه الدعاء كما كانوا يفعلون في حياته: ادعوا الله أن يسقينا، هذا ما قالوه بعد أن مات، ولا قالوا استغفر لنا بعد أن مات، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن مات لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن كان ذاك
وأنا حي استغفرت لك. إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موته لا يستغفر لأحد. ولهذا يخطئ بعض الناس ويقرؤون الآية على غير بابها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ويقفون عند قبره ويقولون يا رسول الله استغفر لنا. هذا غلط، هذا غلط لا دليل على مشروعيته، بل الأدلة تدل على أن هذا العمل غير صحيح. ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وربما استدل بعضهم على ذلك بأحاديث لا تصح، مثل قوله فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعمالكم تعرض علي، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من خلاف ذلك استغفرت لكم. هذا غير صحيح، غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان لدى الناس فهم خاطئ في أمر الحياة البرزخية، توجه بعض العوام والجهال إلى القبور يستنجدون بأصحابها ويلتجئون إلى من فيها من المقبورين طالبين المدد أو العون أو الرزق أو نحو ذلك، ويقولون هم أحياء في قبورهم يسمعون دعاءنا ويقرؤون قول الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا أحد العوام الصالحين من أهل التوحيد قال له أحد هؤلاء الجهال نحن ندعو الأولياء لأنهم أحياء في قبورهم، وقرأ الآية لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال هذا العامي الصالح الموحد، قال الله جل وعلا قال عند ربهم يرزقون ولم يقل يرزقون، قال يرزقون أي يرزقهم الله. قال ونحن لا ندعوهم، نحن ندعو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى، نحن لا ندعوهم، نحن ندعو الذي يرزقهم جل وعلا، أما الذي يرزق فقير لمن يرزقه، والفقير لا يدعى، الذي يدعى الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالذي يدعى الغني الحميد سبحانه وتعالى، أما الفقراء إلى الله، الأنبياء فقراء إلى الله والأولياء فقراء إلى الله والصالحين فقراء إلى الله، والله وحده هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالفقير إلى الله لا يدعى، الذي يدعى الغني الحميد وهو الله سبحانه وتعالى. والحياة الأخرى هي الحياة الآخرة، حياة يوم القيامة، وهي حياة أبدية، إما في نعيم مقيم أو عذاب مقيم. والدار الآخرة هي الحيوان، ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ولم يبقى في النار إلا أهلها، يؤتى بكبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيعرفونه، يقول هذا الموت لأنهم ذاقوه وعرفوه، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وتكون هذه النهاية، النهاية خلود أهل الجنة في الجنة أبد الآباد في نعيم مقيم، وخلود أهل النار في النار أبد الآباد في عذاب مقيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وعرفنا أن ضابط الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله، فيكون الإيمان بالبعث، بعث الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، وحشرهم إلى الله عز وجل أجمعين على صعيد واحدة وأرض واحدة يحشر عليها الأولون والآخرون، يجمع فيها الأولون والآخرون، والشفاعة سواء العظمى وخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام أو الشفاعات الأخرى، الشفاعة لعصاة الموحدين وهي له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، وكذلك الحوض المورود، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن طوله شهر وعرضه شهر وأن كيزانه عدد نجوم السماء وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالإيمان بالحوض هذا من الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بالحساب والميزان أن الناس يحاسبون يوم القيامة وأن أعمالهم توزن وأن الموازين تنصب يوم القيامة موازين حقيقية، والميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ربما معروف قليل يثقل به ميزانك يوم القيامة. رجل كما جاء في صحيح مسلم مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين وقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحى فشكر الله عمله فأدخله الجنة. لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. قال: وإذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة أو ما يعادل تمرة من كسب طيب يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. لا يحقرن العبد من المعروف شيئا. وكذلك الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويطلب من الخلائق أن يمروا من فوقه، ولا طريق إلى الجنة إلا بالعبور عليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم في الحياة الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالأجاويد الخيل وكركاب الإبل ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا ومنهم من يكردس ويسقط في نار جهنم. قال: والجنة والنار. والجنة والنار أي الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان، أعدتا، الجنة أعدت المتقين والنار أعدت الكافرين، والإيمان بكل النعيم
الذي ذكر مفصلا في السنة في القرآن والسنة ما يتعلق بالجنة، وأيضا العقاب والعذاب الذي ذكر مفصلا فيما يتعلق بالنار، نؤمن بذلك كله، فالإيمان بذلك من الإيمان باليوم الآخر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.